مواطنة تونسية اليوم من معرض الكتاب بتونس العاصمة يقولوا أنه ما عادش الكتاب حقيقة بكل أسف ما عادش عنده المكان اللي كانت عنده قبل. اليوم المواطن التونسي شيبا وشبابا الناس كل ما عادش تقبل على المطالعة. بون سي اون رياليتي ما نجموش معناتها نقولوا اللي معناتها الكتاب عنده نفس المكانه ونفس القيمه مش القيمه بوتيتر الوقت اللي نخصوه للكتاب خاطر انا جو بونس اللي الحكايه حكيت وقت اكثر من كل شيء راهو برشا ناس تعرف قيمه الكتاب ساعه فما لي زونجاجمون تحسوا كوتيديان معناتها سواء بالنسبه للتلامذه برشا معناتها ديزونجاجمون برشا قرايه برشا دوفوارات معناتها ما فماش معناتها وقت للمطالعه كيما كنا احنا في معناتها كي كنا احنا صغار. زاد الناس اللي تخدم برشا معناتها مسؤوليات ومشوي جاي ومعناتها ستريس مي زاد راهو بالطبيعه فما الكونكورونس نتاع لي نوفيل تكنولوجي اللي زاد اخذت برشا بلاصه ومش كان راهو في تونس راهو في العالم الكل. راهو ريت مثلا انك التصاور اللي تهبط في فيسبوك اللي توري مثلا الشعوب الاوروبيه والغربيه المتقدمه انتر غيومي اللي تقول لك راهو تقرا راهو لوسكو ني سور بلاس كي تسافر. والله انا توا سافرت جي باسي دو سمان ما شفتش برشا عباد قاعده تقرا سورتو لي جون راني ما لقيت حتى جون الناس كلها شادين لي بورتابل شادين لي تابليت الكيت في وذنهم معناتها في دالمو تلقى براتيكمون نفس ليماج اللي قاعد تلقى فيها في تونس. حاجه اخرى راهو مشكله اخرى هو لو بري نتاع الكتب سورتو الترجمات راهو كي تلقى ترجمه معناتها ساعات الكتاب معناتها انا نلقاها باغ اكزومبل اون فرونسي نلقاها ديزون ا 30 ولا 35 دينار الترجمه تلقاها 60 واكثر. راهو فما دي بري نتاع كتب راهو ماهمش في معناتها المقدره الشرائيه نتاع التونسي الي انكابابل باش نجم يشري لك بو سو بيرميتر كتاب مره بعد قداش زوز يمكن هكا في معرض ينجم معناتها يخلي اون بتيت سوم دو كوتي ويقول لك خلي ميساج في المعرض نستغل خاصه لكن فما هكا تخفيضات وكل شيء مي سينو راهو التونسي انكابابل باش يشري لك معناتها كتب وعنده الحق معناتها يلزم زاده معناتها il faut revoir les prix نتاع الكتب ونعرف اللي هي المساله كبيره خاطر زاد لو بري نتاع الاوراق غلي ديرنييرمون فما لي تاكس فما برشا امور دونك نقول لك راه انا جو كوني بوكو دو جون و موان جون اللي توا يمشيو لي ليفر نوميريك حتى وكان بون معناتها بالطبيعه با دون مانيير ليغال ما الله غالب على خاطر ان نون با لي مويان لي ستوديون زاد تقول لك انا ديجا عندي برشا مصروف وعندي برشا معناتها حاجات يلزمني ساعه نوفرهم وما نجمش نتقل بالكتب دونك يمشيو لي فيرسيون نوميريك دونك نقولوا لي راهو الكتاب مازال راهو عنده معناتها مكانه مش كيما قبل اما فما بلوزيور اوبستاكل اسبيرون هنا نحاولوا احنا على الاقل معناتها كل واحد من الكوتي اللي الاولياء يلزمهم يشجعوا صغارهم زاد على المطالعه في لونفيرونمون سكولير فما ديزاكتيفيتي اللي تحاول معناتها تغرمهم بالكتب ولي زادولت ان شاء الله زاد يرجعوا للكتاب وسيبونا من ياسر بالفيس نحاولوا زاد احنا كاعلام نشجعوا صغيراتنا على المطالعه ونحثوهم ونقولوا لهم شنو هو منافع المطالعه مثلا ايفيكتيفمون انا ديجا نشوف سي دوماج باغ اكزومبل في لي شين تيليفيزي باغ اكزومبل بون في لي راديو فما شويه اما توا في مكثر معناتها القنوات ما فماش دي بروغرام يحكيوا على الكتاب الوغ كي تشوف مثلا في فرنسا لا غروند ليبريري ولا تشوف في دوتر بيي معناتها حتى في بلدان معناتها عربيه يخصوا وقت كبير باش يتكلموا على الكتب ديزيميسيون تقعد لك ساعتين وساعتين ونص وناس تحبك في الكتاب احنا نحكيوا عليه اكسيدونتيلمون كي تويتي هكا في معرض في حاجه مي سينو لانفورماسيون زاد ماهيش قاعده تتعدى ماذا بينا زاد لانفورماسيون تتعدى في التيلي وتتعدى في الراديو ونرجعوا نحكيوا على الكتب ونشرحوا لي سورتو لي جون خاطر احنا كوميم على الاقل قرينا معناتها بوندون بليزيور زاني وعندنا اون باز وعندنا معناتها ان اريير بلون على الاقل يكون اللي هو به اما بالنسبه للي جون معناتها بالحق المطالعه ناقصه شويه يلزم ان شاء الله معناتها الناس كلها تحاول تتعاون خاطر ماهيش خدمه عبد بركه يلزم يبدا من الميليو فاميليال ويخرج الميليو سكولير وبعد لا سوسيتي لي ميديا الناس الكل لمين السعيدي استاذ عربيه وكاتب روائي صدرت لي 4 روايات
ضجيج العميان سنة 2018، المنفى الأخير سنة 2020، ظل الشوك سنة 2020، ومدينة النساء صدرت سنة 2021 عن دار عليسة للنشر والتوزيع. خذينا آراء المواطنين حول إقبالهم على المطالعة ومدى قيمة أو يعني الإقبال على المطالعة في بلادنا. خذينا رأي زادة مدير المعرض تويكا، سيادتك كاتب ومؤلف، وتنجم تحكي لنا أكثر حول إقبال الأطفال والشباب وحتى الشيوخ على المطالعة في بلادنا. والله هو فما تراجع على معناتها على الكتاب في تونس في السنوات الأخيرة، لكن أنا من انطلاقا من المعرض الدولي في الكرم لاحظت أنه فما ناس تقرأ، معناتها فما ناس معناتها تشاد الصف. أنت ترى توا معرض السما صغير، المعرض الوطني الكتاب السما صغير، أخذ العباد معناتها موجودة باهي، معناتها فما ناس تحب تقرأ، فما ناس معناتها تجيب معاها صغيراتها تحب تغرمهم بالمطالعة وتغرمهم بالقراءة وتعلمهم بجو الكتاب. التقصير أنا نرى أنه تقصير من السياسيين والتقصير معناتها من وزارة الثقافة، لأنه أنت كما ترى توا كي تخزر الكتب يعني التعليم في الابتدائي وفي الثانوي وحتى في الجامعات يدرسوا معناتها في أسماء قديمة برشا وأسماء يعني تكررت برشا تربين عليها إحنا وتوا ما زالت موجودة ونفسها يعني تعاودت لعدة عقود. ترى أنه مثلا في الكتاب المدرسي كذلك أنه الدول ترى كتاب يعني من دول أخرى من دول مختلفة، لكن كتاب التوانسة مش موجودين، وخاصة الكتاب الشباب والكتاب اللي موجودين في الخمسين سنة هذه أو الخمسين سنة الأخرانية في تونس. ترى أنه مثلا في حصص المطالعة الاهتمام يعني بكتاب قدم، صحيح عندهم دورهم صحيح عندهم مكانتهم يعني في تونس وفي العالم العربي، لكن زادة يلزم نعطوا فرصة للناس الجدد والكتابات الجديدة، لأنه يعني احنا في الرواية خاصة في العشر سنوات هذوما في الرواية في القصة في الشعر فما تنوع وفما ثراء وفما يعني ناس معناتها جدد في الرواية جدد في القصة جدد يعني في الشعر. هذا الكل معناتها يلزم نهتموا معناتها بالكتاب التوانسة، يلزم ندرسوهم، يلزم في حصص المطالعة يلزم يكونوا موجودين منهم نماذج في 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 المدارس يعني في الكتب المدرسية في المدارس وفي المعاهد وحتى في الجامعات. ويلزم معناتها نهتموا بالكاتب التونسي، الكاتب التونسي الناس الكل تعرف انه معناتها عنده مشاكل في النشر، عنده مشاكل في الدعم كذلك من وزارة الثقافة، لانه الدعم ما فماش دعم كبير للكتاب، وانه معناتها في علاقة بدور النشر فما مشاكل كبيرة برشا، انه احيانا فما ناس يحب معناتها ينشر على حسابه باش يكون متوفر عنده اكثر ما يمكن من النسخ، ما ينجمش ينشر كتابه على حسابه يولي يقبل ان تتبناه دار النشر وكذا. يعني يلزم الوزارة تهتم بالكتاب، ويلزم السياسيين يهتموا بالكتاب ويعطوا على فكرة الاهتمام بالكتاب واعطائهم مكانتهم. للاسف فما معادلة مؤسفة جدا اليوم في بلادنا، الاهتمام منصب نحو صناع المحتوى، نحو لي انستغراموز مثلا اللي ما قاعدين يقدموا حقيقة للثقافة في تونس في حتى شيء، في مقابل مجموعة من الكتاب والأدباء اللي كما سيادتك المثقفين اللي قاعدين ينجوا في كتب ما همش معروفين وما لقاوش حقيقة الحظوة اللازمة أو المكانة اللازمة في بلادنا. صحيح هذا مشكل معناتها يعانوا منه الكتاب التوانسة، الاهتمام يعني الاهتمام بالكاتب غايب تماما، وانت ترى حتى في التكريم وترى انت احيانا انت ترى في العشر سنوات هذوما انت شوف التكريم شكون يكرمه، معناتها يكرمه في اشياء لا علاقه لها بالادب ويسموا يعني وينسبوا فيهم للكتاب وللادب وكذا وهما لا علاقه بالادب، وهذا يلزم يتراجع، يلزم نفيقوا شويه راهو معناتها ياسر برشا ميوع على حقيقه، وانه الكاتب مغيب وبعيد كل البعد على معناتها على ينسبوا في ناس لا علاقة لهم بالكتاب ينسبوا فيهم للكتاب وللأدب وكذا. أنت ترى مثلا أنا عندي رأي، مثلا أنت ترى توا موجودة رواية بالعامية، لا توجد رواية بالعامية، الجنس الأدبي لا يحتمل أن نتحدث عن رواية بالعامية، إذا كان نتحدث على العامية نتحدث أنه نسميها حكاية نسميها كذا نسميها ما نعرفش باش يسموها، لكن أن نسميها رواية فهذا عيب. وأنت ترى توا ثم بعض الكتاب يكتبوا بالدرجة وصلت عندهم 13 طبعة و14 طبعة و15 طبعة، أنا شيء غريب معناتها لأنهم يحكوا في قصص طبيعي جدا أني تشد الشباب والمراهقين وكذا. والمشكل هم ربي عاونهم، معناتها الناس تحب تربح، التاجر في الكتاب تحب تربح أمورهم هذيك، لكن أن نتحدث عن رواية باللغة الدارجة، أن نتحدث عن رواية أو قصة باللغة الدارجة فهذا لا يستقيم ولا يمكن أن يستقيم مع الأجناس الأدبية. يمكن أن نتحدث عن حكاية عن أشياء أخرى، ولكن لا يمكن أن نتحدث عن الأدب بهذه الطريقة أو نتحدث باللغة الدارجة ونسبه إلى الأدب.